طيب ارجع لك مره تانية يا استاذ علاء مع باقي الملفات وباقي الاخبار، ولكن خليني بس انا اقف قدام حاجه مهمه في ملف الاستاذ هاني العتال قبل ما نروح لملف محمود عبد المنعم كهربا ومفاجآت من العير الثقيل ده. بس زي ما انتوا شايفين الاستاذ هاني العتال على صفحته الشخصيه اهو، زي ما انتوا شايفين اهو ده هاني العتال على صفحته الشخصيه، استوقفني حاجه في هذا البيان المهم، وكانت بالنسبه لي مفاجاه وصدمه. يمكن انا كنت زي ناس كتير بقول يمكن هو الاستاذ هاني العتال سكت على حقه ليه، نائب رئيس نادي منتخب بهذه الالاف من الكم من الاصوات، عايز اعرف هو يعني بيعمل ايه. الراجل النهارده البيان بتاعه كان واضح، انا النهارده صدمت. كوب بيقول لك ايه بعد تقديم البلاغ 109، يرضي مين ده يا دوله؟ يرضي مين ده يا بلد؟ يا جماعه اياكم والخمول، اياكم انكم انتوا تكسلوا، اياكم وانتوا بتهبطوا. النهارده كلام هاني العتال لا يقل قيمه عن اللي قاله الاهلي والكابتن محمود الخطيب، لا يقل قيمه عن الدفاع عن الحق والدفاع عن حق ال 100 مليون مصري اللي اتقال عليهم ما فيش فيكم رجاله واتحلف عليهم طلاق. بص حضرتك شايف اهو العتال بعد تقديمه البلاغ 109 متسائلا في بيان ناري، متى ينال اعصار الغضب؟ متى ينال اعصار الغضب؟ من المحتمي بالحصانه؟ يا جماعه امتى تحتو هذا الاعصار؟ ومتى ترفع الحصانه؟ اعتبر هاني العتال نائب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك في بيان رسمي ان تجاوزات من يجلس على كرسي رئاسه نادي الزمالك، يا سلام عليك، زي ما عمل الكابتن محمود الخطيب تجاهل اسمه لان التجاهل بيقتله، زي ما احنا بنقول كلنا محمود الخطيب وكلنا الاهلي وكل شريف، كلنا هاني العتال وكل انسان صاحب قضيه حق ايا كان لونه ايا كان انتباهه. بص حضرتك اعصار الغضب ضرب الجميع ولم يعد ترديده للاكاذيب سوى جدوى بعدما نفد رصيده تماما. والسؤال الذي اتوجه به للنيابه نيابه عن 100 مليون مصري، متى يحاسب ذلك المحتمي بالاصاله؟ الحصانه التي تمنح لنائب البرلمان تمنح لنائب البرلمان للدفاع عن حقوق الشعب المصري، اتخذها وسيله لاهانه كافه افراد الشعب وتسلح بها لبث سمومه واثاره الفتنه، واثق تمام الثقه ان يوم الحساب قادم لا محاله وقريبا جدا. الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اكد مرارا وتكرارا انه لا يوجد احد فوق القانون وفوق الحساب، وشرفاء الوطن ينتظرون رفع الحصانه ليمثل هذا الرجل امام جهات التحقيق لمحاسبته في البلاغات والمخالفات. وعلى المستوى الشخصي الراجل بيتكلم دلوقتي بيقول للناس ايه المر اللي شافه من هذا الرجل ومن زبانيته وتلويث السمعه والاتهامات بالباطل واتهامه بالباطل وسبه بالباطل حتى انه حطه في شبكه جاسوسيه، حاجه يعني زي ما عمل معانا. وعلى المستوى الشخصي بعد انتخابي نائبا لرئيس الزمالك ب 22,000 صوت ومن قبل الجمعيه الاموميه التي اضحت بنجله، فضلت عدم الرد على تجاوزاته بنفس سلوكه المشين احتراما وتقديرا للدوله وسياده القانون، ولجأت الى الطريق القانوني، واليوم تحديدا تقدمت ببلاغ جديد ليصل اجمالي البلاغات التي قدمتها الى 109 بلاغ. حتى يرضي ربنا يا جماعه 109 بلاغ، دي كارثه، دي فضيحة، 109 بلاغ ضد هذا الشخص، خاصة أن تركه على هذا النحو من شأنه إهدار قيم العدالة والمساواة التي تربينا عليها. وأنا على يقين أن الوقت حان لمحاسبته على كل ما ارتكبه من جرائم في حقي وحق كل شرفاء هذا البلد الذين يتساءلون هل يحضر القانون وترفع الحصانة بعد قسمه البلد ما فيهاش راجل، أم يستمر هذا المتطاول في تجاوزاته. هاني العتال وراه من وراء القصد، وآدي ناشر صورة بالمستندات بتاعت القضية زي ما انتم شايفين اهي بالمستندات، عشان ما حدش يقول لك عبد الناصر زيدان جاب الكلام ده منين، ادي الصورة وادي المستندات اهو يا جماعة اهو اهو. النهارده هاني العتال ينضم للكابتن محمود الخطيب الأسطورة، وبنقول كلنا محمود الخطيب وكلنا هاني العتال وكلنا كل شريف، ينضم لكل شرفاء البلد اهو. النهارده نفس الكلام اللي قاله الأسطورة محمود الخطيب مع الفارق، شايف؟ ادي هو حاطط لك المستندات اهي،
زي ما نشرت على الصفحة الرسمية لهاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي يحارب وما زال يتمسك بحقه الذي يريد هذا الرجل أن يأخذه منه بالبلطجة والقوة وشغل الزلمطحية. الناس كلها بتقول لك شد حيلك يا عتال، أهلاوية وزملكاوية هم في اللايف، أهلاوية وزملكاوية اتكلموا، قلنا امبارح افضحوهم والناس بتستجيب. تحية للدكتور محمد سراج اللي عمل أول بلاغ عضو مجلس إدارة ضد هذا الرجل. النهاردة كمان عندنا قضية جديدة أو قضية تضاف إلى القضايا من العميد محمد مرجان، برضي بدأ قسم العجوزة في التحقيق ليها، برضي قضية وصلت اسم العجوزة وفي الطريق للنيابة أو وصلت النيابة من المستشار محمد عثمان. وادي هاني العتال النهاردة القضية 109، ما نقدرش غير نقول له شكرا نحييه لان هو النهارده حل كل لوغاريتمات الصمت وقال للناس لا انا بس مش شرشوها، انا مش راجل قذر زيه ولا انا اطلع ارد بنفس اسلوبه، انا اتخذت المجرى القانوني كما فعل النادي الاهلي وكما يفعل كل محترم. وقال لك اهو حاسبوه 109 بلاغ، 109 بلاغ، 109 بلاغ هاني العتال مقدمهم. قال لك انتوا عايزين مني التزمت الصمت تجاه سبي وسب والدي واهانتي والتقليل من شاني ومحاوله سرقه اصوات الجمعيه العموميه التي نالتني هذا الشرف ونجحت بكم كبير من الاصوات، كل ده وانا متحمل وبلجأ للقانون. اللجنه الاولمبيه فيما يخص القضايا الرياضيه والمحكمه الرياضيه والقانون والمحاكم المدنيه فيما يخص السب والقذف، وماشي بالقانون وبالاحترام حفاظا على اسم نادي الزمالك العظيم. هاني العتال مش هو رمز للشباب الزملكاوي بس ولا الجمعيه العموميه اللي دايما بتقول له انت الامل في المستقبل، لا ده انا اوريك ان صوت هاني العتال هو نفس صوت هؤلاء الشرفاء من الزملكاويه الشرفاء. بص جماهير الزمالك الاصيله اهو هسمعك صوتهم قبل ما نروح لموضوع محمود عبد المنعم كهربا، عشان الناس اللي بتقول لك ايه انت بتجامل الاهلي انت بتجامل الخطيب، طب اهو هاني العتال وادي الزمالك وادينا بنتكلم عن الزمالك، وممدوح عباس فتح قضيه القرن من جديد اهو. بص حضرتك قبل ما نرجع تاني لعلاء حمام ونشوف الفيديو اللي نزله مرتضى منصور، بص حضرتك مش هنسيب حاجه ما تقلقش، شايف جمهور الزمالك الحقيقي ده اللي بيضم صوته لصوت هاني العتال، دول اعضاء الجمعيه العموميه اللي بيقولوا لا، دول الناس اللي بيقولوا لهاني العتال كمل كمل في الطريق، ودول اللي هو مرعوب منهم جماهير في المدرجات حاربهم وقضى عليهم، او اعضاء جمعيه عموميه اللي يتكلم بيفصله خوفا من ان هاني العتال قادم، خوفا من انه ياخد مكانه ومكان عياله لان هو صاحب الشعبيه الجارفه داخل النادي. راضي يا مرتضى او لم يرضى، هو حد يفكر ان صمت هاني العتال عن قهر وانما هو صمت القوه وشعبيه هاني العتال في قلوب الكل. والنهارده تعالى راجل لراجل في القضاء قدام هاني العتال، تعالى راجل لراجل قدام صندوق الانتخاب بالاحترام وورينا نفسك وورينا طولك اهو. بص حضرتك اهو ده الجمهور اللي بيتكلم Oh,
كان يمنحهم من المدرجات زي ما بيحارب أعضاء الجمعية العمومية. دول هم الرصيد اللي بالآلاف لهاني جوه السراديق والهاني على المدرجات. وهيفضل هاني الشوكة اللي ما بتنيمكش الليل. هيفضل هاني الشوكة اللي ما بتنيمكش الليل.